ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام. النهاردة معانا فستان لسن 12 سنة ل 19 سنة أو ل 20 سنة، نفس الطريقة ونفس الخطوات. القماش بتاعنا من الفسكوز، وغسلته أو بليته في المية قبل ما أشتغل فيه علشان يكش وياخد الكشاشة اللي هو عايزها عشان أعرف أبتدي على طول. طيب، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، أهو بطبق كده عشان أطلع الأكمام. أول حاجة في أي موديل بنطلع منها الأكمام، تمام. طيب بقيس، شو احتاج اكتر من 25 سنتي اهو. الجزء ده كده بطلعه، لازم قماش فيسكوز تجيب ربع متر زيادة علشان بيكش، تمام. دي كده الاكمام اللي هيكون طولها 62، فانا هعمل طولها 65 عشان بعد ما اتنيها تكون مظبوطة. خمسة وستين سنتي وبعمل علامة. تمام. طيب وهنا هنزل هنا 7 سنتي. بصوا بالمقص اهو، شايفين ال7 سنتي اللي انا نزلتها اهو لغايه النص كده، وابتدي بقى اطلع كاني طالعه جبل اهو. بس كده خلاص، ده كده الكم، بعمل علامه التركيب، وهنا بساوي بالتدريج 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 اهو الى ان اوصل للعلامه اللي انا عملتها. الكم خلص في لحظة. القياسات بتاعتي، عرض الظهر 35 سنتي، عرض الظهر يعني نقطتين ما بين الكتفين، طول الوسط 37 يعني منطقة الحزام، طول الموديل 100 سنتي يعني متر، طول الكورنيش 35 سنتي، طول الكم 62 احنا عملناه. طيب يلا بقى نترجم القياسات دي او المقاسات دي على القماش. القياسات دي مظبوطه، تقدري تنفذيها بنفس الارقام وهيطلع معاكي مظبوط جدا جدا ان شاء الله. طلع المتر اللي احنا عايزينه بتاع طول الموديل، هي نفس القطعه دي كده بس بطلع المتر. يعني ايه؟ يعني بقيس متر منها اقصها، ده كده جزء الواحد اهو، وبقص المتر اللي انا عايزاه. تمام، بفصله من بعضه. لو الخياطة هتكون من الجنبين بتفصليه من بعضه، لو الخياطة في الظهر بس بتخليها ايه زي ما هي كده. اهو لو انا عايزاها زي ما هو كده هتبقى الخياطة من الظهر، مفيش اي مشكلة. اهو دي كمان القطعة التانية، بس وانت بتشتغلي وتقصي كده طبقي، عشان زي ما حضرتك شايفة الفسكوز مشكلته انه بيكرمش، لكن قماشة ناعمة وطرية جدا جدا في الصيف اهو. يبقى انا قصيت كذا حاجه، فاضل لي بس الكورساج يعني الجزء العلوي والكورنيش اهو. هفصل الجزء اللي باقي ده بالنص عشان الكورنيش لازم يكون ضعف القماشة عشان تعرفي تكشكشي منها، تمام. فانا هفصل دي، هعمل منها كورنيش، وهعمل منها على فكرة القماشة دي 3 متر، القماشة دي كده 3 متر، تمام. ده كده كورنيش وده كده كورساج. طيب الكورنيش معايا اهو، هقسمه بالنص عشان هو المفروض 35 سنتي. الشكل ده كده هقيس عشان يديني كشكشه كتير اهو، 37 سنتي كويس جدا بالتانيه كده، هقسمه بالنص عشان يديني كشكشه عاليه اهو. كده خلاص فصلته، اخر معايا اخر حاجه معايا
الكورساج وهيتبقى معايا اعمل حزام كمان. طيب طبق القماشه دي كده على 4. خدي بالك وانت بتشتري القماش عشان ما يقصهالكيش بالورد بالشكل ده. بس بساوي زي ما قلت لكم الفسكوز بيكرمش كتير وبسرعه. طيب هنا بقى نطبقها على 4 على 27 سنتي عشان البنت مش مليانه. باخد نص ال 35 اللي احنا قلنا عليها نص خط العرض وبحطها كده في المزوره بالشكل ده وبعمل علامه اهو نفس القياس ده كده واروح منزلاه اهو بالشكل ده. دي تقريبا 17.5، خليها 18 مش هتفرق نص سنتي. وخشي كده او خرجي من النقطة دي 5 ل6 سنتي اهو. تمام. طيب بصوا واروح عاملة الدوران بايدي من غير ما عملت اي حاجة. تمام. طول الحزام قلنا 37 اهو. بتزودي بس من 1 ل2 سنتي علشان القص والخياطة، القص والخياطة فلازم تعملي حسابك عليهم اهو. وبتنزلي بنفس الامتداد بالشكل ده كده اهو بايدي من غير ما ازودك بادوات ولا حاجة اهو. تمام. طيب في هنا تركاية كده حلوة ومفيدة في نفس الوقت. هنا حوالي 3 سنتي اهو واروح عاملاها دوران كده علشان فستان ما يبقاش نازل من الجناب. تمام. طيب هنا بروح عاملة دوران الرقبة 7 سنتي عشان مش عايزة اعمل سوستة، مش عايزة اعمل حاجة عشان بنخاطب ست البيت اللي عايزين نسهل ونبسط لها. تمام. طيب اهو اهو كل حاجة قدامكم كلها بسيطة. هتحتاجي حزام، تحتاجي حاجة تشطيب، كله ده من قطعة القماش اللي بقى. الشكل حضراتكم شايفينه. تمام. هاخد منها قطعة اهي واروح مزودة دوران الرقبة الامامي، اعمل لها فتحة كده لتسهيل دخول الرأس. موديلات الصيفي بتكون يعني ايه مفيهاش تعقيدات وفي نفس الوقت بتكون سهل، مش عايزين حاجات كتير لانه الجو بيبقى حر. تمام. تمام اهو بروح واخده دوران كده داخلي 1.5 سنتي على ما فيش، ما جيش ناحيه الكتف عشان ما ياثرش معايا في التركيب ده كده الامام اهو زي ما حضراتكم شايفين، مفيش اسهل ولا ابسط من كده. طيب انا مهم عندي السجاف بتاع الامام اهو. الفيديو ده هيبقى على جزئين معذرة علشان يتشرح صح، علشان ما يبقاش بس ايه متكروت واتعمل بسرعة، هيتعمل على جزئين وهسيب لكم الرابط بتاع الجزء التاني في صندوق الوصف واول تعليق اسفل الفيديو. طيب انا القماش اهي معايا بطبق بالشكل ده، هاخد اي جزء اهو تمام. بصوا نركز في النقطة دي لو سمحتوا اهو. تمام. وباخد الجزء ده كده فسكوز قماشة خفيفة فايه تعمل بشويش اهو بالشكل ده كده. طبق الجزئين على بعض وبرسم نفس الدوران، ممكن من قماشة تانية، انا عايزة اخليهولكوا واضح اكتر من كده اهو. وبعمل نفس الدوران ونفس الجزء ده كده بساوي
وطبعا هفتح لغاية الاخر كده، واروح عاملة الجزء ده كده بدوران. بصوا بقى التركيب بيكون ازاي. ده الجزء الامامي، بيتخيط بالشكل ده. دي كده الخيطة بتاعته. لو عايزه اعمل حاجه اوبشن عالي وهشتغل في الموضوع ده وهعمله مشروع، استخدم ورق الفازلين على نفس القصه دي والمكوه تطلع زي الفل. هنتابع مع بعض الجزء الثاني. ما ننساش، اسيبكم على بركه الله، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واللي وصل معانا للنقطه دي يقول وصلنا، وهنتابع الجزء الثاني ان شاء الله مع بعض. بشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.